هل من ناصر ينصرني فلا يسمع جوابا أو تلبية أو صرخة أو دما يرى أو مالا ينفق أو أما تقدم ابنها أو زوجة تدفع زوجها أو بنتا تودع أباها لنصرة أهداف الحسين ونهج الحسين. أهل والله يا زهراء أهل زهراء أهل والله يا زهراء أنسى حسين. هذه الجبهة عاهدت ربها وسيدها الحسين بأنها لن تركع أمام يزيد الزمان، ولن تتراجع أمام كل عدوان، ولن تخدع أمام كل المؤامرات، ولن تسكت ولن تغفل ولن تبخل بدم، ولن تجلس في بيت، ولن ننسى عاشوراء، ولن نترك كربلاء، ولن نترك كربلاء. وسيبقى شعار جبهة الحسين شعار الحسين عليه السلام، ألا وإن الدعي من الدعي قد ركز بين الثتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.